مالك يا دعاء؟ سرحانه في ايه؟ في قرار كده انا بفكر فيه بقالي فتره. ايه هو؟ انا مش هينفع اكمل معاك. ليه؟ ان شاء الله. انا بقالي 5 سنين معاك. اللي اتخطبوا بعدية اتجوزوا وخلفوا. اهلي في الرايحه وفي الجايه عمالين يقولوا لي كلام سميه بدني بيه، وعندهم حق الصراحه. انا اللي جد دلوقتي كل يعني؟ ده ليه؟ ايه اللي جد دلوقتي؟ احنا بقالنا 5 سنين مع بعض، ليه جاي تقولي كده دلوقتي؟ هو انت مالك بتتكلم بالبرود ده ليه؟ انا شايف الموضوع عادي قوي يعني. في عادي؟ اه طبعا عادي. عمر اللي قوي بيروح عادي، ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه في حياتي لمجرد ان انا مخطوبه لك. اه وايه تاني؟ ايه تاني؟ طب بص يا دعاء، عامه انا كلمتك عشان عايزك في موضوع تاني خالص، تمام؟ ده اهم من اللي انا بقوله. اه طبعا اتفضل. بص يا حبيبتي، انا مامتي واختي راحوا لخالتي عشان عندهم ظروف وبيتين بره النقطة دي، فعايزين نقعد انا وانت مع بعض شويه في الشقه. شقتي؟ شقتي. شقتك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ عادي يا حبيبتي. هو ايه اللي عايزه؟ نقعد مع بعض. انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ يعني ايه مش واثقه فيا؟ ايوه مش واثقه فيا. 5 سنين ومش واثقه فيا. انت بتهزر؟ لا ما بهزرش، بتكلم بجد. يعني انت قصدك ايه بس عشان انا عايزه افهم صح؟ انا شايف الموضوع عادي جدا على فكره. هو ايه اللي عادي بس؟ قول لي ايه اللي عادي؟ عادي هنقعد مع بعض. ايه المشكله يعني؟ انت خطيبتي وبكره هنتجوز، ايه المشكله؟ قلتها خطيبتي بكره هنتجوز. اه ان شاء الله. احنا بقالنا 5 سنين يا وائل. ايه المشكله؟ ما في ناس كتير بتقعد بالعشر سنين، ايه المشكله؟ انا مالي بالناس الكتير دي؟ طيب خلينا في موضوعنا، انا محتاج اقعد معاكي. طب ما احنا قاعدين اهو. لا انا اقعد في الشقه، انا شايف الموضوع عادي جدا على فكره. انت اتجننت يا وائل؟ لا ما اتجننتش يا حبيبتي، ايه المشكله يعني؟ لا انت اتجننت. لا انت مكبره الموضوع على فكره. انا مكبره؟ لا 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 لا. ايه مكبره؟ طبعا مكبره الموضوع. انت بتهزر؟ انا شايف الموضوع احترامي عادي. فيه تكبير؟ احترامي فيه تكبير؟ هو انا عشان خاطر قعدت ال5 سنين دول استنيتك فيهم فانا عادي اي حاجه مباحه ليا؟ وانا عشان قلت لك تعالي لي الشقه هنقعد شويه نتكلم، معناته كده انت واثقه فيا يعني ولا ايه؟ انا وش مش واثقه فيك. اه لا كده بقى الموضوع في حاجه تانية. يعني ايه في حاجه تانية؟ تمام. انا لما كنت باخد القرار ان انا مش عايزه اكمل معاك عشان خاطر قاعدين 5 سنين كده كتير قوي علينا، انا دلوقتي مصممه على القرار عشان دماغك دي. يبقى انت قاعد كل ده عشان انت متعود على الغلط. شايفه كده يعني؟ اه طبعا شايفه كده. تمام. انا اهلي ما يستحقوش مني ده ولا ربنا يستحق مني ده. ايه هنروح نلعب دومينو انا وانت ولا ايه؟ انا شايف الموضوع عادي على فكره. لا طبعا مش عادي. مكبره الموضوع. انت مش قاعد في اوروبا يا وائل؟ امال ايه 5 سنين وحب وبحبك وايه ده يعني؟ ايوه كان تمثيل يعني ولا ايه؟ ايه علاقه الحب بالقرف اللي انت بتتكلم فيه يا حبيبتي؟ حب ايه المشكله يعني؟ انا شايف الموضوع عادي جدا على فكره. انت مكبره الموضوع. هو انت ايه البرود اللي انت بقيت فيه ده؟ شايفاني بارد؟ انت كده بارد فعلا. عشان بقولك نقعد مع بعض نتكلم. ما بتراعيش ربنا. لا براعي ربنا. وما راعيتش الراجل اللي انت دخلت له واخدتني منه. انت ليه كبرت الموضوع وحسستيني ان انا وحش قوي كده؟ انت ليه؟ انت وحش قوي كده؟ اه طبعا. انت اصلا مش راجل. انا استرها الولية كلها يا رب. وفي يا استاذ في حسين البنت عندها مبدا. اه اه هو بقى بيستغل حبها لي. طب هي ممكن تضعف؟ انا لا ما افتكرش، عندها مبدا هي. بس هي شكلها بتحبه انها صبرة 5 سنين. ماشي بتحبه. اه بس هي ماشي على مبدا، وده حاجه كويسه جدا. حاجه جميله. اه طبعا شكلها متربيه. طبعا طبعا. ربنا يهدي الناس كلها يا رب. عندك مكان ما كنت واقف الاول. اسمح لي يا ابني. انت انسان مش طبيعي، انا لا يمكن اكمل معاك. استني رايحه فين؟ هو ايه اللي رايحه فين؟ ايوه رايحه فين، لسه متكمل كلامنا. اسمح إيه؟ لي يا ابني. اتفضل يا بيه. انا سمعت الحوار من شويه كده. البنت دي عندها مبدا. ده خطيبتي يا فندم الاول. ماشي، ما انا عندي قدها على دماغي. هل تقبلها انك انت عندك اخوات؟ اه عندي. عندك؟ عندي اخت 22 سنه. اه هل تقبل ان جارك او صاحبك يجي يقول لها تعالي اقعدي معايا في شقه بس في حدود معينه، بوس مش عارف ايه الكلام اللي هو الفارغ من ده، هل انت تقبلها؟ نعم، ده انا كنت اولع فيه. امال اشمعنى قابل ليها؟ لا ده موضوع تاني. موضوع تاني. حضرتك ما تدخلش ده في ده. عندي قدها يا ابني. طب ايه المشكله يا فندم؟ انا سامع الحوار من بدري. خطيبتي عندها مبدا. خطيبتك كانت خطيبتك كانت خطيبتك. انا حيوانه اصلا ان حبيت واحد زيك واستنيت 5 سنين؟ انت حطيتني في وضع مش بتاعي. انت ما قابلتش الفكره بس على اختك. فكره؟ آه. مجرد فكره يا استاذ يا محترم.
انا محترم على فكره يا اللي بتحب اهلك. طب ثواني باشا، انت بتدخلي الناس بينا ليه؟ طيب الاستاذ المحترم بعد احترامي لحضرتك انا بتكلم معاها. يا ابني انا سامع الحوار، بقول لك لتالت مره عندي قدها ماشي على مبدا واحده نظيفه، انت داخل في حاجات ملهاش اي لازمه يا حبيبي. خطيبتي يا لا فندم. لا خطيبتي يا فندم وبراحتك. ولو لخطيبتك هي اللي تقولي الكلام ده لحضرتك. مش سؤال ما قابلتهاش على اختك ولا على قريبتك ولا اي حد؟ اه طبعا ما قابلش طبعا. طيب اشمعنى تقبل عليها؟ هقولها لك تاني، هل تقبل امك تقعد مع صاحبك او جارك في شقه لوحدهم يتعاملوا من غير علاقه كامله؟ لا طبعا. بتقولي حضرتك؟ طيب امال ايه؟ ازاي قابلها لها؟ اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك، وطول ما الواحدة ماشية على مبدأ هو ده الصح. طبعا اه الصح مفيش احسن منه طبعا. يا ريت بس البنات كلها تحافظ على نفسها، حتى لو مخطوبة، حتى لو مكتوب كتابك، لان ممكن لاخر لحظة لغاية يوم دخلتك ما يبقاش نصيبك. بالظبط. حافظوا على نفسكم، لان مفيش بني ادم هيحترمكم وانتوا بتفرطوا في اي حاجه، حتى لو كان خطيبكوا بيموت فيكوا، لان في حاجات من الاخر مجرد ما بتتنازلوا عن حاجات صغيره في حاجات بتموت بعدها، وهو بعد كده مش هيأمن لك ومش هيأمن لتربيتك بعد كده مهما قال انا واثق فيكي. اكيد طبعا. خليكوا واثقين في نفسكوا وفي تربيتكوا وفي ربنا قبل اي حد، وحطوا حدود حتى لو انتوا معاهم لوحدكوا في مكان عام. اي تجاوز ادوا ردود افعال، عشان في بنات بس بتخاف ان اللي قدامهم عشان من كتر ما هم بيحبوهم يسيبوهم، مش مهم يغروا في داهيه. ربنا هيعوض بالاحسن منهم، او هيخلوهم يشوفوا ناس سيئين فيرجعوا لكم تاني ويعرفوا انتوا قد ايه محترمين. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا. امين يا رب. السلام عليكم.